لعدة أسباب، مو ضروري إني أقولها ولا أبررها، لا حلو. لهم ايوه ولا للجمهور. طلعت جو صاروا يسألون هذا اللي اسمه جبهة، ليش طلعت بشرى، ليش طلعت بشرى؟ جاء تكلم بلساني وقال عشان أهلها. أنت مالك خص عشان أهلي؟ عشان وشو مالك خص تتكلم بلساني؟ أنا ما تكلمت بالموضوع، أنت ما تتكلم عني، من موكلك تتكلم يعني بلساني؟ انت ما قلتي كذا من الاساس. إلا أنا قلت كذا بس عشان ما أحرج التيم نفسهم، أنا قلت لهم بالجروب حق التيم، ما أبغى أقولهم لا الأسباب اللي عندي. خلي الجروب. يلا وشو؟ انت إيه بشكل عام بالسوشيال ميديا تكلمتي عن ما الشيء هذا؟ قلت، لا ما تكلمت فيه، ايه قلت هذا لهم غلط. خلاص طلعت وزي كذا. اما اني انا اروح اقول بالسوشيال ميديا انه والله انا طلعت من الحاجة الفنية عشان اخوي، بعدين يقول هذاك والله عشان اخوه وتزعلين. لا لا دقيقة دقيقة صبر، هو مو عشان كذا السبب، أنا ما بلغته عشان ذا السبب، بس هو حذف المقطع اللي تكلم فيه كذا. والله صراحة الواحد يستحي يقول الأسباب الثانية، علشانه قسم بالله علشانه ماني متكلمة. لا لكن خلاص شوفي، أنا إنسانة ما أحب اللي يسوي فيها يمون بزيادة، معلش. أنا بنت وأنت ولد، في حدود، هذا شيء فخلاص أساسي، هذا يعني الشيء المهم. أنت ما احترمت ذا الشيء، خلاص أنا ببلكك، شيء طبيعي يعني. تطلع تقول المهم بشرى بلكتني عزيزة على قلبي. متى؟ استغفر الله، خلاص كيف الموضوع. المهم اسمعي، قولي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، في فيل أزرق، استغفر الله العظيم. يلا يلا، اشتقنا الفيل الأزرق، من زمان ما تكلمنا عنه. يلا وشو، كمل كمل. كان يغني أغنية ايه يقول فيها: ايوه، يا أبو ضحكة يا استغفر الله مدلل، العظيم، شيب الحمد لله شكرا. لا مشيبني، لا 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 في غيرك ما تقبل، لا لا ليش لا، ما ما مثلي لا، نبي الفيل الأزرق حقنا اللي قبل، مثل اسمع السكر صوت في الجمهور. الميه، انت ملاوبني، شوف لا غيرك لا ما لا لا لا، تقبل، نبي ليش الفيل الأزرق الأساسي، نبي قصته لو سمحت. هذا في فيل ازرق بيذبح راعيه وعيله يذبحه، ليش؟ ليش؟ والله ما ادري يا بنت حم، ما ادري، الظاهر انه رحمه. ما طيب كان اسمع كذا. اسمع جد، خلي الفيل الازرق. في واحد رفع قضية عجز يتحملها، طاحت عليه. ايش الحركة دي؟ ما هي خير، الله العظيم. اسمع، فيه دجاجة ايوه ينقال عنها أبو شري. اسمع، والله، انت فيه دجاجة، الدجاجة، انت الدجاجة، اسمع، فيه قاعد دجاجة يقول قاعد يقول دجاجة، قاعد يقول دجاجة ما تجي، يقلد صوت الدجاجة، مو قاعد يقول فيه دجاجة. في دجاجة، طيب لابسة بلوفر أسود عليه برتقالي، لابسة قبع عليه أبيض، ولابسة نظارة. لا حول حلو، ولا قوة إلا بالله، يا سامج يا سامج، اخلص علينا في الدجاجة وبعدين. سامج ودياي. لا وش قاعد تقول أنت؟ فارس شارب لبن صح؟ لا جد جد اسمعي، قولي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إيه في دجاجة مسخنة من يا قوة ليل، الصوت، قلتها مليون مرة فارس، جيب غيرها إبليس. على أساس إن الفيل الأزرق مرة واحدة قلتها. لا الفيل الأزرق هذه حالة خاصة لو سمحت. في دجاجة مسخنة ومن قوة السخنة جابت بيضة مسلوقة. استغفر الله العظيم. طيب اسمعي اسمعي اسمعي، والله والله جد، طيب أديك يبيض ولا يولد؟ سنة ما ولا تدري. واحدة خير، وش أقول طيب؟ دقيقة، كأنك أو تفكرين. أديك بفكر. يبيض ولا يولد بسرعة؟ أديك يبيض؟
يولد؟ ما يولد ولا يبيض يا غبية. شلون ما فكرت فيها؟ لازم صح. تفكرين. طيب اسمعي اسمعي هذه اسمعي. يا واحدة ثانية. في بسة تمشي ايه فوق الجدار. تمشي طيب، تمشي 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 ايه تمشي. مشت 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 مشت. جد ما اتكلم جد. ايه طاحت. ليش؟ اتحداك. جاها هوا وطيحها. غلط يا غبية. شلون؟ وش صار فيها جد؟ خلص السور. حلو. حلو حلو، هذه حلوة. أدري إنها من طيب كيسك بس اسمع حلوة. اسمع. يلا. فيه ياي، لا 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 تقلب حركتي لا يا كريم. هناك عشان ما تشوفون الدنيا. ياي، ما عندك جزار تمسكه. لا لا، ما عندك ما يي ما عندك. عندك جدار تمسكه. قلت ابن هي هي يا الخايس، قلت حركتي ابن هذه هي حركتي خايس حركتي. خلاص. ياه، ياه أنا فارس كريه. أنا فارس كريه. قال كريه كريه، قال كريه. كلت ما قلت كلجتي. قلت أسماء ما قلتك. ها، ها؟ ايش كان ده؟ يلا. خلاص. يا يا خلاص. يا، يا. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. يا هطف من اللي ذاقك آه يا منك هطف من يا اللي هطف. ذاقك آه منك، يا هطف يا هطف يا من هطف اللي من اللي ذاقك ذاقك آه منك آه يا منك يا هطف. هطف. بلشت ما ادري ايش تسوي. قامت تقلد. بس ما ادري ايش قام تقلد. بلشت ما هي تقلد. انت ذاقي يا الله، يا الله تكبزر. يا الله تكبسر. استغفر الله العظيم. استغفر اللهم الله صل على العظيم. النبي. انا أنا فايز. ما انت قد التحدي. لا تسوي. ما أنتي قد تحدي. إنسان زيها. اسمعي اسمع اسمع يا ابو ضحكة يا يا ابو مدلل. ضحكة يا مدلل، تمشي شايف مشي ابني جيراك ما ما تقبل تغني تمني، مثل مسكت المية. بالمية مثل انت المي مذوبني تمذوبني. كل تبين. كلت بان بزر بزر بزر. بزر بزر بزر. الله يقرفك. يع خلاص كنسل. كيف انا اخرب اللعبه؟ اسمعي. شبغه انا شبغه. ايش تبغى؟ يا الله كنت ابي شيء والله تو. ايه قولي لي نكته. ايه اذا ضحكت انا الخسران. اذا ضحكت انت الخسران. ما عندي نكت تضحك صراحة، والله ما عندي. انا اكثر انسانة ما عندي نكت. طالع في الشاشة طيب. بس وجهك نكتة. ما يضحك يا الخايس.
يا كوري كوري سامج سامج اسمع سامج سامج إيه على الفحم. نعامة. يا ربي يا ربي يا ربي اسمعي إيه والله اني جالس اتكلم بأجدية. بجدية كذا يقولون. طيب يلا كمل. واحد يقول والله كيوت، الله يسلم، والله كيوت. ايش معناته شباب؟ سترون الساعة 11 ليه؟ وين اللي كانوا يدعمون قبل شوي؟ شو النظام هذا؟ ليش ما حد يقفل ساعة؟ شوي شوي ونقفل جاز، شوي ونقفل. شو النظام هذا؟ وينكم؟ ليه تروحون؟ شو النظام هذا؟ تكلم زي الناس. لب عينك اللي يسوي متابعات. اسمعي انا طالبك طلبه، وشو؟ طالبك طلبه، طالبك طلبه، وش؟ طب يلا وش؟ سوي لنا اغنيه. يقهر لقى سوي لنا أغنية. وش اللي طبخة هي ولا وش سوي لنا أغنية؟ استغفر الله العظيم. يا ابو ايش ذا ضحكه الفويس؟ يا مدلل، طب شيبن يلا ايش شيبن تبغون؟ ايش شيبن تبغون أغنية؟ يا ابو ضحكه. فكرة يا ابو ضحكة. ايش ذا الذوق هذا فارس يا ابو ضحكة؟ والله مسكت معي اليوم بس ابتسم واسمعها. الحمد لله شكر الله لا يبلانا. ما تبي هندي؟ شباب بطلع لي كم فضايح بشرى الحربي. دقيقة وش شوف. كذا؟ شوف شوف شوف، والله جد والله جد. لا لا والله يا كريت، والله لا الحين بالله، طلع شوف لي شوف مقطع خايس. على الله، شوف شوف شوف، والله والله جالس اتكلم جد. فارس يما فارس خليك عادي. ليجيني حظ.